شكون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير. وفينك عمي؟ وفينك؟ أنا جاي لحاشي جاي. والله يرحمها. صبر يا صبر يا صبر يا صاحبي صبر يا صبر. قول ما حساك يهضر مزيان. صافي اعتمد صافي اخويا صافي. قول له هضر مزيانه. صافي اعتمد صافي صافي يا صاحبي يا عمي. كيخ كيخ كيخ. كل شيء عيق بك وجهي صحيح كل شيء عيق ابو محمد يا ولد يضحك قول له واش انت قريب قول له واش انت وفين وصلتي؟ انا قريب قول له راه منعتي بالصح نيت اش منا منادي عمي منادي قول له راه منعتي بالصح نيت وقاسم والله لا منعتي فاش اتصلت قبيله رانا كنت مخلوع انا بنفسي راك اصحاب انا شي حاجه بالصح الله يوصلك الاخير يا عمي يا ها كاينه واحده اخرى امي لا ادخل حصاد ادخل علاش ما تقولهاش الله يرحمها عاوتاني تقول الله يرحمها تعيق كي تطيح امي فيش تطيح هاي مشي تدخل حتى احنا ما نخلعوا انا نقول على مرت خوها اسكتي ولا فين وصلتي قول فين وصلتي تاع الاخر قول الو الو مالك وفينك مالك انت صافي اعتمن صافي 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 اعتمن صافي اعتمن الله يسترك يا مسالك يا صافي يا صاحبي يا خليتها تجي خليتها تجي يا والله يرحمها والكلمه ديالها في الطبق وفين وصلتي؟ راني جاي يا الله الله يجيبك على خير يا الله بسلامة الواد الواد وحشنا الواد شحال هادي ما تقريبا قيلا قطعو كيديرو 15 يوم شوفي راجلك غادي تسنى فين ديرها كيلعب الكرة انا قلت له عند الحفرة واحد الحفرة نديرو الشمسة ليس جيبي لي البينتة انا جلسنا فين هو راه فين غادي نعطو دابا غايدير ديك الشمسة غايدير ديك الشمسة غايدير عولت عليه هو عول عليا وانا عولت عليه ما مجوش حتى ما طفرنا واحد ما رد على الاخر اجي اجي واخا يا ابو ليدري تقول له واخا يسمعك راه لعب ابراهيم لاباس ابراهيم لاباس ابراهيم مسكين ما لعبش الكره راه دابا متحمس كيبان له غير من بعد دابا الدراري ابراهيم كل عشيه يجيو يلعبوا هنايا كل عشيه كل عشيه تيلعبوا حتى يفوت المغرب وانت حافظهم من هنا كيبان لك شكون هو هذاك وشكون هذاك اي عارف الدراري دابا كاين من تما اللي جايبين عارف ايوا تيبدل جو بنادم في العشيه تيلعب كوره دابا سبحان الله شو هما في العروبيه ومساكن ما كاين لا تيران لا والو يعني لا غازو لا والو تيكونوا هادو تيطلعوا قاسحين ماشي بحال ديالنا قاسحين والله تا قاسحين تيلعبوا في الغضاح حفيان كاع والله تبارك الله الكره من تيشود عرفتي في يدها تمشي تبارك الله وبالحفه وبالحفه ياه والله وانا بعدا ما نقدرش نلعب حفيان كذبش ما نقدرش نضرب الكره حفيان مره راه لعبت معاهم كورت معاهم اليوم ما بغيتش نهوي قالوا لي كاين شي دري عرفتي الا مشى تضربك بالرجل بحال ما عرفاش نضرب والله لا ضربك برجلي بحال ضربك عاود لا ضربك عاود
لا تبارك الله كاينين الدراري عندهم الركبه ما شاء الله. الدراري تبارك الله تيخدموا ما تيجلسوش تبارك الله. هذا الشيء تيخدموا داكشي علاش كيجيو من الخدمه ويجيو يلعبوا الكره ويمشيو يلعبوا الكره. ما على بروده هذا الوقت على قلبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شوي اكيد شوي اكيد امل اكيد امل دابا عاد زينت البروده دابا تعمري الماء في هذه الشيه هذه. وانا فرحانه خاشي عندي رجلي رجليك البرده مع راسك. والله الا احنا داغي سكينا الماء وجينا والحمد لله. واش بحال اللي حامل بحال اللي كان والو تنضلوا شاد النوبه البيت. والله ولكن الحمد لله. هذيك الطريزه مصيبه انت عايشه. هادو صابوا على الوجوه وانايا دفعت الجبن. شلوح ولا عرب؟ شلوح ولا عرب؟ شلوح ولا عرب؟ عرب هادو غادوك. لا اصلهم خاصنا ندخلوا ديال الشلوح انا وياك. كنتي شلحه وانا شلحه خاصنا ندخلوا. ايوا انتم لحقكم دابا ديروا التوارث. لا خاصنا والله نمشيو للسواق. هادي راه جات كادو من الهموشه. ايوا انا دفعت الجبن. ايوا ماشي مشكل كلشي زوين بصحتك وراحتك. هما ديك حبيبي قلت لها انت ما منصكاش من الشلوح. لا ديري لا 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 باقا ما خاش عندها الشلحه. الشلحه انت انا وياك. يلا البحر عندنا هنا واد لا ملي كنا صغار كنجيو كنضلوا نرجعوا وطب والدينا مع شتي الله يحسن العون لا بحر بلا حال هي البلاد صعيبة كنقول لي ربي عيب شنو صرفت في الواد باش نمشيو معاه شفت احنا نعوم ما كيصبروا احنا كنعوم ولكن بصراحة باش تفكري في الواد وديك البرودة وتشقى ديري هذا وخا يجيك الجوع النهار اللي كنصبنا في الواد ديري البرد ديالاتي ما كتشبعيش كاع ضلي تاكل النهار كامل يا ربي السلامة يا ربي السلامة سيف انا عايش مع الحاجة سلام بخير الحمد لله 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 باقي لله الحمد 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 لله لا نصفاش دابا ما تلقاش هاد الماء في الثلاجه لا والو واحد الوقيته واخا كندير الماء في الثلاجه ما كيبردش ما كيبردش هذا الماء طبيعي البروده ديالو طبيعي ماشي بحال ديال الثلاجه ماشي بحال ديال الثلاجه لا واخا ما كيبقى تكون درجه الحراره مرتفعه ما كيبردش لينا الماء في الثلاجه ولكن ديال الواد تيبقى بارد ديال الواد تيبقى بارد وديال البير كيما كانت او ديال البير كيما كانت وسبحان الله عاد في البرد كيكون سخون حتى البير زي هو كيكون سخون في البرد هذه راه بلاصتو بنينه راه هادوك يتصرا راه ملي كيوصل للماء كيطيح عرفتي كان كيوصل خلق العشرة 12 كتسمعي الصوت ديال الماء دابا هذا الاول نطلبوا الله يرحمك تشتي الله امين كيف ماشي دابا دابا نبقى نبصل في الشوق طب ما عندها باش تنفع ما عندها باش تنفع بتمنى الخير من عند سيدي ربي شوف سبحان الله العظيم فاطمة شفتي الواد كان كيدوز من هنا ولا كيدوز من هاد البلاصة نشفت البلاصة كاملة كان كيوصل حتى لهنايا كان كيوصل حتى لهنا ديالو دابا شوفي هاد البلاصة ديال الماء شوف بقات شوف كي بقات يعني مشقة حيت البلاصة كان فيها الماء كان كيدوز من تما وكيدوز من هنا هاد البلاصة مابقاش كيدوز كتعمر ما كان واحد الجيال هي كانت تتعمر وكيبقى الماء يدوز من هاد البلاصه وكيعاود يتلاقى ثاني هنايا كان واد كبير كان واد كبير كان الماء زرق ماشي بحال دابا شتي كيبان قهوي
حيت واحد المدة طويلة بقى بلاصة الغيس وكان جات الشتاء تاني ولا الغيس ولا الرملة. هذه من علامات الجفاف ملي كتشوفوا الماء قهوي. علاش؟ لأن ملي تيكون الماء كثير تيبقى دائما الماء ما كيحبش وكيبقى يجري تيجري كيحيد التراب وتيخلي غير الحجر. أما دابا كيدوز غير شي شوية وكيولي يرجع كيبقى غير التراب النيت. هذاك الشيء داك الشيء علاش هو داير بحال هكا اللون ديالو. دابا مابقاش الحجر كيبان ليه، ملي كتشوف الحجر تحت الماء الحوت كان كيبان لينا. كيبان لينا واحد الحاجه حلام كانت الشتا يوم كل عام يعني الشتا مور الشتا كتولي كتزاد كيعمر الويدان كيعمرو. دابا تقريبا ربع سنين هادي ولا اكثر ما بقاتش الشتا، قلت شويه قلت بزاف، ماشي غير شويه قلت بزاف يعني ما بقاوش كيطلقوا حتى الواد ما بقاوش كيطلقوا. بصح هادشي كله كان كيكون واد، هادشي كله تيكون عامر وكان كيوصل حتى لهاد البلاصه هادي حتى لهاد الشيء هادي من كايا وهو دايز. هذا واد كله كان واد، كان كله سبحان الله كله الزروقيه والخضوره. نتمنى الخير ان شاء الله يكونوا شي عامات زوينين العام الجاي الا بقينا حيين ان شاء الله بحول الله. السنين الجايه تكون ما احسن من هاد السنين اللي داز. الا بقينا حيين بعدا الوليدات ديالنا يبقاو ورانا. راه ما يمكنش تبغي شي حاجه خايبه لواحد اخر حيت راه الجيل ديالهم حتى هما نتمنى يكون في خير ان شاء الله ليهم. ان شاء الله بحول الله يكون جيلهم حتى هو ان شاء الله بالخير والخمير ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. يلا نشوفوا شويه اللي يجي زينجي نتاراو على الواد كامل. لا كيف جنب الواد تقولي ما كيعرفش لا بالعكس تقطعهم باش تعلم باش تعلمي ولكن كاين مسكين اللي كيزعم تيقول كنعوم زعما نتعلم ولكن في الاخر كياكل العصا. سبحان الله واحد القضية يعرفوها المشاهدين هاد عندنا الهدوء هنايا لما الانسان كيعيا يعني بداك الروتين ديال الباديه من نوع اخر يعني الاعمال الشاقه والبلاصه اللي كتبان ناشفه كنهبطوا لهنا للواد كنفرشوا هنايا مرتاح والله كنفرشوا هاد الجو هذا الخضوريه وتشوف الطيور ثاني والصوت ديالهم كنجيبوا الماكله ديالنا والوليدات وكلشي كيجيو لهنايا كنفرشوا كنجلسوا ناكلوا هنا حتى توصل العشيه وكنطلعوا شويه يشدوا الناس العطله. كيبقاو يجيو الناس من المدينه بزاف ديال الناس كتشوفهم كيفرشوا كنعرفهم شنو كيجيو كيفرشوا هما وليداتهم وكيجيو الاسره ديالهم كي قلتوا حتى العشيه وكيمشيو بحال كيتبعوا الحاجه اللي فيها الراحه اللي فيها الراحه وما فيهاش حتى شوف ما كاينش الضجيج شوفوا ها انت ما كاينش والو شوفوا كيفاش داير الطبيعه والظل الحمد لله موجود ها انت الشجر عندك تصحابي راسك فاطمه جيتي هنا صافي راه نسيتي اليوم راه الجبل عاوتاني العشيه لا صافي جيت للواد دابا لا ما كاينش هبطنا حدره دابا لا 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 هنايا راه الراحه خصك شويه ديال التمارين ديال الرياضه وخليها حتى الغدا لا والو قررنا باللي يوميا نطلعوا الا البارح جينا الجبل هضروا شويه واليوم احنا جينا للواد قولي رانا مريضه قولي رانا مريضه لا والله الا زوينه شي البارح والله الا نعست مرتاحه الحمد لله صراحه واخا ضربنا تماره وداك الشيء ولكن الحمد لله في الاخر النتيجه زوينه. كيف الصعيبه في هذوك البلايص كتقرب تطلعي هذيك مع واقفه كتجيك صعيبه في الطلعه ولكن النهار غيكون احسن من النهار ماشي غيكون كل نهار غيكون صعيب بحدك كتمشى انت كتولفي اول نهار اللي كتجي صعيبه شويه تبعتوني احنا جايين تابعين كنت راجع عندكم تبارك الله بحال دابا سبحان الله بحال تقول احنا بحال امازون هنا عندنا هذه الامازون ديال المقطع ولكن منظر زوين دابا انتم غادي تزيدوا تشهيو المشاهدين عاوتاني في هذا المنظر ان شاء الله مرحبا بكم نجيبو هنايا هذه البلاصه تاع هي زوينه دابا هاد النبته تنقولوا لها حنا الطرفه هذه الطرفه هذه كتبغي تزيد ديال الشجره بحال ما هكا وراه مالحه بزاف مالحه
وهذا كنقولوا حنا باكرامان. اه باكرامان وماكرامان كل واحد شنو تيقول له؟ ها؟ كيداويو الناس بها بزاف ديال الحوايج. واحد الدجاجه من المغرب الدجاجه هنا. ربما شي واحد عنده الدجاج هنا. أولا كتهبط من الدوار لهنايا. ممكن. هذه البلاصة راه بعيدة على الدوار. هذه حدا ولد يوسف. ولد يوسف راه الدار ديالنا شتي. كنبغيو نجيو معنا المشاهدين تا هما يتمنوا من برا. راه طلعنا من الجبل. اليوم هبطنا من الواد. هنا الدار اللي بغى ينعس يجي ينعس هنايا. كل برودة هنا والله الا ما يخاف من حتى حاجه. والامان لا ما كاينش ليه، لا ما كاينش ليه يهضر معاك نهائيا. كاين غير الحناش هما اللي كاينين. ماشي بوش ها راه يخليك ويدي وزور ما يهضروش معاك نهائيا. والله نشوف انا ما نقولش بلاصه انا بعدا راه شغاله شداني الخلع. عندك يحنش من موراك جري جري جري. يا شتي هيك غادا دابا. هاي واي واي خدم المعقول ورا المعقول. ها كنقول نضحك علينا دابا. الله يستر. شي واحد البلاصه كتكون هنا زوينه ما عرفتش باقا ولا لا. استحليتي يا فاطمه اللي جلست انتي واحلام. البروده هنا البروده وهاد البلاصه هادئه. ايوا المهم يلاه الجبل. لا صافي دابا صافي كنغشى. لا ما كاينش ما نتزاقش معكم ابتي غنوضو. ودابا ملي قلتي انا خسر عليك في الخاطر. يلاه الجبل يلاه ودعوا هاد الطبيعه. بسلامة الطبيعة بسلامة. دوزي من منكم ولا ما عندكمش سيروا يلاه سيروا سيروا ما كايناش الطريق سيروا. احنا عيينا دابا كاع وصلنا العقوبه. زيدي نطلع زيدي. ها هي امي طلع الحجر. ديري وحدك ما غاديش نيأس. ها طلع من هنا الحجر الطحين. ما ندوروش ندور نخف الطرق عيميتها. حجر الطحين حجر الطحين. علاش سميتوها حجر الطحين؟ والله ما عرفت انا ملي جيت معقل كنقول حجر الطحين. فين هي؟ اه في البلاصه هذه. اه ما عرفتش حتى ما تقول لك علاش. ولكن غنخرجوا على شي واحد طاح له الدقيق تما. لا ما عرفتش طاح له. لا 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 الدقيق زرعتو الدقيق. لا لا الطحين تما. ما عرفتش والله ما عرفتش. هذه باقا بخروج شويه. الساعه 13 يوم ولا اكثر. غادي وكتصفق. باش جيتو الطبيعة جيتو الطبيعة الشوك والعقبة. ودابا كنهجو. والله لا نصيحة الناس ما خصهمش يبقاو يزرعوا هاد النبتة هادي. هادي مضرة والله مضرة. خايبة. ها كتعاود تحلى شي ضلفة. ها. كتعاود تنوض. ها. دابا تلقى قاعدة وحدة ولا جوج ولا تحلى. ولكن قدام غتلقى هاد البلاصة كلها غتسد. غير واحد القضية راه الشوك ديال هاد النبتة راه صعيب. ما حد الشوكه كتدخل ما يمكنش تخرج. اه لان كتبقى تسرح. اه لان عندها واحد الشوك رقيق عاوتاني مع دابا الشوكه فيها الشوك وحرشه. هي الشوكه فيها الشوك
بحال ديال الحوت يعني، ماشي بحال بحال قشر ديال الحوت يعني، كتدخل وما كتخرجش. ما تخرج ممكن تدخل ولكن ملي تبغي تجرها صعيبه صعيبه. وين نتمنوا ما يزرعوهاش الناس، لان الناس هما اللي كيديروا. لا لا بقاو كيحيدوه كيحيدوه. شو الزعبول المسكين مات. لا الزعبول ما بقى. احلام هذا الشيء ديالك ولا ديال الزعريه؟ صبنتيه؟ ما يبقاش فيك الحرة حتى حنا. شوفي اش السطح كله عامر. اجي نخرجوا من عندي ونطلعوا بشنو. هي راه الرياضه راه كتكون في الصباح في العشيه، ولكن ماشي مشكل تنحرقوا الغدا. فاطمه راه تحرق اليوم كثرت اليوم الماكله. لا دابا غنحرقوا غا شنو تقولوا؟ ما عنديش مشكل. نمشيو من هنا. يلاه نمشيو نطلعوا. كامله. بدينا. بسم الله. شو جينا بشويه اليوم؟ ايوا شاد كاليوم عياو. فاطمه شاد دار كافيا؟ فاطمه جركم جركم؟ اشكي؟ الله شو هذا البرد كي صوت؟ خاصنا نديرو السباق غير العقبه. بصح ها؟ خاصنا نشوفو شكون اللي غيطلع العقبه كتسبق. واش فاطمه بدات كتوقف؟ راه قالك محمد غندير لكم تحدي بهاد العقبه. شكون اللي غطلع الاولى؟ ها؟ ها واصل شكون اللي يسبق؟ فاطمه سنتي تسبقيهم كاملين. انا باش نوري القوه ديالي. ديال الطهر كتجي يوميا هنايا؟ ديما. ديما كنجينا. ايوا الحمد لله. راه من خالتي لا ام احسن ام احسن الارض البارح تاع يا وايدي عمرها ما جات لهاد الصدر ياك. ودوزي عافاك لما دوزي تواليها وشي واش تعجبك ولا لا؟ كاين الله حاطه لكم شي حاجه الطهر تما. جائزه يلا اللي سبقت فيكم يلا. دابا راه سبقوا عالي سبقت غتاخذها. يلا سربي 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 اجري اجري ما بقى لك والو. يلاه وكان قالو محمد اللي كان طالع كيجري هو سبقنا. راجي لعب شويه طهره هذيك جوج متر وخليها حتى الغدا ونكملها. عييت اختي. بسم الله 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 هاد النجار خاص على شي بنيني تاع اتاي. ايوا شكون عايز البرا ديال هادي؟ عرف نطلع لنا الراس البرا غندير لكم اتاي هنايا وغنجيو لكم طايب صافي ان شاء الله. دابا باش تعرفوا الطهره يوميا كتجي تسرح لنا ديما هنا طلع العقبه نطلع العقبه ما قال لكم كنحس بها. انت شمتينا اش؟ انت راه جيتي غير من دارك لهنا حنا راه هبطنا حتى للواد جينا من الواد. انت جي من حدا الدار الطهره حنا شنو قلنا لك؟ دابا جي تعالي مع حدا داري وجي نعدل اش قلت؟ ما عرفتش شكون اللي صعيب اليوم ولا البارح. وانت اللي تقولي لنا اليوم على البعث اليوم من جيا حيت تحركتوا اليوم جينا من الصفصافات تمايا. جيت ولا لا؟ جيت طلعنا العقبة على جوج مرات ودزنا على العقبة تسيكوك. العقبة تسيكوك ودزنا على الحجر ديال الطحين. هنا فين كنا في هاد الصفصافات؟ حجر الطحين على حجر الطحين حجر الطحين. ودابا شكون اللي صعيب؟ مشينا حتى لحد الموطور. حيت قلت لهم غنجيو لهنا. هو هبطنا حتى ضربنا دورة وطلعنا. بدلنا الجو شوية مشينا. سالينا شويه البروده والواد من جاتنا الدنيا سهله. قطعت الواد قطعنا الواد قفطوا قفطوا
شي راه حامل شويه توصلنا لهنا في الحفله الجزائر لا ما كاينش بزاف لا الحمد لله دابا غنرجعوا ان شاء الله واخا كنقول لكم هكا باقا يوميا باقا غير نبدل لكم البروغرام نرد لكم الصباح ان شاء الله معايا من الرياضه كتكون مع الصباح ماشي بكري مع ديك الستة صافي معايا مع الستة صافي سمعي قالك مع ماشي بكري ماشي بكري رجعنا من الجامع ماشي مشكل وقت اللي بغيتي تجي محمد هاد الزريعة هاد شنو هاديك؟ شوف هاد الزريعة ديال بحمو لا بالعمان بالعمان سبحان الله وين زرعوها؟ عرفتي كيفاش؟ كتاكليها؟ ايه لا تاكلها انا كناكلوها ملي كنا وليدات صغار ما دير لكم والو لا طاهرة عمتي وين لقيتي كتاكل والله الا بالعمان الا بغيتي تطلعي الجبل خصك تاكليها بالعمان زوين دوك نشوف الحلوة ارا نشوف مازال حلو ما كنا صغار ناكلوها ها على متي غتموتي انتي اللولو غنتبعوك حنا اه كل ما تقول علاش بغيتي دابا ها علاش بغيتي هذاك الشيء قوية والله والله تناكلوها هذا ما كنا صغار ناكلوها الحليب شتي من داخل كنت تاكلي بيضة كيجي غندير في السوق هادي تجي تجي بحال الخضار ولا حارة؟ حارة زوينة دابا الحبوبة ديالها بحال الخضار